السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. مع فيديو جديد حول التاريخ الإسلامي، واليوم باش نتكلم على هامش التاريخ. في الحقيقة الهدف من هذا الفيديو هو وضع المستمع في الإطار التاريخي باش نجموا من بعد نكملوا الحديث حول التاريخ الإسلامي. شفت من الضروري أني نعمل هذه الفيديو باش تكون الأمور واضحة. الهدف متاعنا في هذه السلسلة هو فهم التاريخ الإسلامي على حسب الحاضر. هذا هو الهدف متاعنا. وإحنا نعرفوا اللي الإنسان على عبر التاريخ تطور واكتسب تجربة ومعرفة وتجارب في الحياة، ولكن طبيعة الإنسان كإنسان لم تتغير. يعني في 10,000 سنة الفارطة الطبيعة متاع الإنسان تقريبا هي شنية 10,000 سنة بالنسبة للتاريخ بصفة عامة لظهور الإنسان أو ما يسمى بالإنسان العاقل فوق هذه الأرض. فالإنسان يبقى إنسان في طريقة التصرف متاعه، في التعامل متاعه، في التفكير متاعه. صحيح كما قلت لكم هناك تطور، ولكن ليس هناك خروج على القاعدة. هذه نقطة ياسر مهمة لازم نفهموها، على خطر ديما يقولون يعني الإنسان قبل 10,000 سنة كان متخلف. لا، ما كانش متخلف. أو قبل 7,000 سنة معناتها كان يفكر بطريقة أخرى. صحيح كان يختلف شوية، ولكن الطبيعة متاعه هي بيدها. الإحساس متاعه الفرح والبكاء والحزن وغيرها هي بيدها. بل يمكن نمشيو أبعد من ذلك. يعني الآن العلم أثبت أن الإنسان الأول اللي عنده ظهر تقريبا عنده 200,000 سنة حتى هو يحزن ويبكي ويفكر، ولكن صحيح بأسلوب بدائية. يعني لازمنا ناخذه ديما وقت نتكلموا على شيء ما نقارنوهش بالحاضر، وإنما لازمنا نحطوه في الإطار متاعه اللي توجد فيه. هناك ياسر من الحقائق لا يمكن أن نختلف فيها. وأنا أضرب معناتها مثل مادي، لا يمكن اثنين يختلفوا حول شكل القمر. فشكل القمر دائري واضح، ميجيش واحد يقول لك لا شكل القمر مربع ولا مثلث. هذه ما تسمى بالمسلمات. صحيح ان هناك مسلمات ملموسة ومحسوسة ما نختلفوش فيها، ولكن هناك مسلمات اخرى هي نجم نقولوا معناتها تصرف انساني، كما مثلا الفاعل وردة الفاعل. يعني هذه اشياء مسلمات عند الانسان بصفة عامة اينما كان ومهما كان المستوى الثقافي او الفكري بتاعه. من المسلمات اللي عند الانسان داخل المنظومة الفكرية بتاعه هي ما يسمى بالإطار. الإنسان بطبعه وتفكيره ما يمكنش يفهم حاجة مجردة. ما تنجمش تجي تحكي له على حاجة مجردة وتجي تقول له مثلا الله أزلي، ما هوش بش يفهم. ولا بش تقول له الأزلية بصفة عامة، ما هوش بش يفهم. ولا بش تقول له مثلا العذاب، ما هوش بش يفهم. لازم تأطر له الشيء لكي يمكن أن يفهموا، ولو حتى كانت فكرة. الفكرة الغير مؤطرة المجردة
الانسان ما يفهمهاش. هذاك علاش وقت نجيو نحكيو مثلا على الازل باش نقدروا نفهموه ونقول له هو مراحل متكرره. عندنا مرحله وتتبعها مرحله وتتبعها مرحله الى الازل. يعني هنا حددت له المرحله سواء المرحله المكانيه والمرحله الزمنيه. وقت نشوفوا احنا الدائره، الدائره هي شيء متواصل. اما كي تجي تقول له الازل هكاك وما تعطيه حد شيء وتقول له اللانهايه ماهوش باش يفهم. اذا التأطير هو عنصر اساسي للفهم. كل حاجه لازمنا نأطروها باش ينجم يستوعبها الفكر الانساني. ولهذا قبل ما نحكيه عن التاريخ الاسلامي اللي انا بديت فيه بزوز فيديوهات، لازمنا نأطروا شنو باش نحكيه بالضبط في اطار التاريخ الشامل. انا في الحقيقه لهذا السبب عملت هذه الفيديو باش تكون الامور واضحه. النقطه الثانيه اللي حبيت نقولها ان التاريخ بصفه عامه هناك نوعين من التاريخ. هناك تاريخ معايش نعيشه، مثلا انا نعيش الحدث كما هو، وهناك ما يسمى تاريخ منقول. والتاريخ المنقول هناك نوعين. هناك التاريخ المنقول الكتابي، يعني واحد كتب حادث تاريخي عاشه من بعد انا نجي وننقل عليه. وهناك نقل شفاهي، انا ما عشتش الحدث ولكن حكاولي وانا انقلت كما حكاولي. هذوما حاجتين مهمين وهما ثوابت. التاريخ معناتها يكتب يا اما في الوقت اللي وقع فيه، يا اما نقل شفاهي او كتابي من شخص فهمت عاشوا، والا مثلا كيكون شفاهي يعني يكون مسترسل، يعني واحد حكاه لواحد واحد حكاه لواحد نقلا. هذه معناتها مساله مهمه ومن الثوابت لبحث التاريخ. هذوما النوعين من التاريخ يخضعوا لاثنين عوامل مهمه، سوى هذا سوى هذا، سوى اللي عشته سوى اللي وصل لي. اول نقطه يخضع لها هي ما يسمى عقليه الشخص. ونضرب لكم مثل لهذا ولهذا، اي عقليه الشخص ودرجه الوعي نتاعو والمعلومات اللي عنده. انا مثلا حضرت الى مظاهره معناتها في موقع معين، عشت الحادث. عندما نجي ننقلها كما عشتها باش ننقلها على حسب وجهة نظري. مثلا أنا حضرت مظاهرة ضد بن علي، عندما باش ننقلها مانيش باش ننقلها بنفس الطريقة للشخص اللي حضر هذه المظاهرة وهو يدافع على بن علي. إذا احنا الاثنين حضرنا هذه المظاهرة، ولكن هو باش ينقلها بالمنطق متاعه والفكر متاعه، وانا باش ننقلها بالمنطق متاعي والفكر متاعي، وهو باش يشوف ويركز على حاجات تخصه هو، وانا باش نركز على حاجات تخصني انا. هذا شيء طبيعي ومنطقي. هذه نقطة. نقطة ثانية، مثل ثاني، الشخص الذي ينقل التاريخ من أشخاص آخرين، يعني هو لم يحضر الحادثة التاريخية، هذا نفس الشيء باش ياخذ على حسب العقلية نتاعو والمعتقدات نتاعو. يعني كان هو مؤيد بن علي ماهوش باش ياخذ رأيي أنا، باش ياخذ رأي الآخر. بينما شخص آخر ضد بن علي باش ياخذ رأيي أنا وباش يهمل الرأي الآخر. هذا ما يسمى بالنقل، يعني النقل الشخص اللي ياخذ من أشخاص آخرين هو باش ياخذ الأفكار اللي تناسبه هو واللي يشوفها هو صحيحة. هذه نقطة مهمة،
هذا فيما يخص ما يسمى النقطة الأولى اللي يخضع عليها النقل أو المعايشة للحدث التاريخي على حسب عقلية الإنسان وتفكيره والمنطق متاعه والوعي متاعه. أما النقطة الثانية هي الوضع السياسي والمستوى العلمي للتاريخ الذي وقع فيه الحدث، أو الوضع السياسي الذي تم كتابة فيه الحدث وإن كان وقع قبل تلك الفترة. وهنا نضرب مثل، مثلا أنا وقتها مثلا نحكي على مظاهرة حضرتها مثلا ضد بن علي، باش نشوف مثلا طريقة الكلام متاعي تختلف عندما يكون هناك فما سلطة اللي تعرضني أنا للخطر، ومن بين يكون وقتها بن علي طاح، باش نتكلم بطريقة مختلفة وعلى حسب طبعا إيماني وقبولي التحدي أو ما يسمى بالشجاعة. والشخص اللي باش ينقل الخبر اللي عاشه واللي هو مع بن علي يختلف زادا نفس الشيء، وقتها يتكلم وبن علي مازال ما طاحش، وقتها يتكلم وقتها بن علي طاح. ونفس الشيء بالنسبة للأخذ أو ما يسمى نقل ما قيل الآخرين، أنا أخضع للوضع السياسي. مثلا يجيش مؤرخ موجود في عهد دولة معينة يتكلم على أشياء تضر بالدولة متاعه، مش يعرض روحه للخطر، يعني طريقة الكلام متاعه تختلف. هذوما أشياء لازمنا نفهمهم وقت نجي ونقرأوا التاريخ. هذاك علاش أنا نقول لازم دراسة كل العوامل والظروف الموجودة للشخص وللوضع السياسي وللظروف اللي اتقالت فيها هذه الفكرة. هذه معناتها تعتبر من الثوابت العلمية في البحث التاريخي. هذه حقيقة إنسانية، فهمت؟ يعني الإنسان مهما حاول ديما تأثر عليه هذه العوامل. احنا توا في 2016 خاصة مثلا أنا موجود يعني خارج دولة بين قوسين إسلامية، يعني هناك نوع من الحرية، يعني عندي أكثر حرية في الحديث، يعني الدولة اللي موجود فيها تسمح لي باش نتكلم، ووسائل الاتصال الآن تختلف، إذن الكلام يكون مختلف. ولكن أنا مانيش باش نتكلم على حوادث وقعت الآن، باش نحاول نفهم حوادث وقعت عندها أكثر من 1000 سنة، وباش نحاول نحللها، نحاول باش نكون موضوعي أكثر شيء ممكن. والمنطق العلمي التاريخي يقول لكي تكون موضوعي يجب أن يكون عندك أدلة، أدلة من الوقت اللي أنت تتكلم عليه. مش يعني أن الأدلة وحدها تكفي، ولكن هي نجم تكون حجة. مثلا بعض الأشخاص سواء على الفيسبوك أو غيره يقولوا لي لا هذيك الكلمة اللي قلتها غلطة. هذا الكلام الإنشائي لا يقدم لا يأخر. أنا أعتمد على أدلة، نجيب لكم أدلة، هاو شنو قال وهاو شنو قال وهاو شنو قال. جي تقول لي اللي الفكرة اللي قلتها غلطة، يا سيدي أعطيني أدلة اتخطأ الفكرة متاعي. لازمنا نبدل طريقة التفكير العاطفي والإنشائي بصفة عامة وفي التاريخ بصفة خاصة. يا سيدي على عيني وعلى رأسي، أنا فكرة قلتها غلط، أنا يمكن نغلط، فهمت؟ عندك أدلة تقدمهم لي تثبت اللي فكرتي غلطة؟ أما كان هو مجرد كلام لا يعتمد على أدلة، أو أن تقول لي قال الله وقال الرسول، فرأيك لا يهمني، وهو يعتبر تضيع للوقت. مش تجي تقول لي راي فكرتك غلط على خطر قال الله،
ولا لأنك تعتقد خلاف اللي قلته أنا فأنا لا أحتاج إلى رأيك. كان عندك أدلة ثابتة تاريخية قدمهم لي، مرحبا بك. هذه النقطة مهمة باش نقطع الموضوع اللي يجيو سواء على الخاص أو غيره ويجي يقول لك رأي فكرتك غلطة. أنا نخدم بالأدلة العلمية والإثباتات الفعلية، على خاطر كان باش ندخلوا في الآراء الشخصية مانيش باش نفنج مخرج لك مليار نظرية. هذه نقطة معناتها نوضحها. إذا الهدف كما قلت لكم في هذه الفيديو هو وضع المستمع أو المتابع في الإطار التاريخي، سواء من ناحية العلمية كيفاش نفهم التاريخ كما قلت لكم، وهذا يتنجم تطبقوه حتى على الحاضر. عندما تسمع إذاعة معينة تتكلم عن خبر معين لازمك تعرف توجهات هذه الإذاعة. عندما تكون موالية لفلان تعطي الخبر بطريقة أخرى تختلف على الذي يكون موالي إلى شخص آخر، وهذه تلاحظوها. هذاك علاش معناتها لازمكم تنتبهوا وتقارنوا حتى وقت تسمعوا الأخبار اللي توقع في الوقت الحاضر. ما لازمش يكون عندكم مصدر واحد للخبر، لازم يكون عندكم عدة مصادر وتحاولوا باش تكونوا لرواحكم فكرة واضحة وبينة لشنو وقع. حتى نجم أنا نهز التليفون ونكلم شخص ويعطيني يمكن الأخبار لكن يعطيها لي على حسب وجهة نظر أو على حسب الظروف اللي موجود فيها هو في البلاد هذيك. هذايا كيما نطبقوه في التاريخ نطبقوه في الحاضر، وهذه كيما قلت لكم قاعدة أساسية لفهم الحقائق. نظن هذه الفكرة واضحة. تكلمنا في زوز الفيديوهات اللي قبل هذه حول مسألة العرب، يعني نعرف اللي احنا فما عدة آراء حول العرب وتسمية العرب ولماذا سميوا معناتها عرب وأفكار ما نجمش نعدهم، ولكن أنا كما قلت لكم نحب نكون موضوعي ونحب نعتمد على الأدلة. وعطيتكم المصادر، فهمت؟ والمصادر هذيك معناتها فما غيرها طبعا، مثلا كما قلت لكم هيروديت عندما ذكر العرب في القرن الخامس قبل الميلاد ملوك العرب، هناك مصادر اخرى معناتها موجودين في نفس تلك الفتره في مخطوطات فارسيه تتكلم وتاكد كلام هيروديت. يعني مسألة واضحة، هذه مسألة واضحة، رغم اللي ثم مصدر قبل هيروديت، يعني مصدر نجم نقوله في القرن التاسع قبل الميلاد نتاع ملك أشوري اللي حب يخضع المنطقة الكل تحت سيطرته، ومعتها كان معناتها ملك محارب وحارب كل الشعوب اللي موجودة في هذه المنطقة، ومن بين محارب وذكر في معناتها عندنا أدلة معناتها لوحات تدل على أنه حارب العرب وملوك العرب، حاربهم وعندنا الأسماء متاعهم بالتفاصيل بعدد الجنود بكل شيء، وهذا الكل باش نرجعوا له هذاك علاش قلت لكم خمسة قرون قبل المسيح، يعني قبل خمسة قرون، يعني نجم نقولوا ألف سنة أو حتى أكثر شوية. الأدلة اللي عندنا توا المادية على وجود الشعب العربي، اللي رغم اللي بعضهم يقول لك لا الشعب العربي مش موجود أصلا، لازم نكونوا موضوعين، ولكن لازم نعرفوا حاجة مهمة جدا. عندما نقول أنا شعب لا أقصد بعرق، ولا أقصد إنه شعب خالص، ما نقصدش هذا الكلام. علاش؟ على خاطر الوضع اللي موجود في هذه المنطقة
أو حتى في مناطق أخرى كانت في حالة حروب وعندهم عبيد وعندهم كما نقولوا احنا فهمت أسرى، وهذوما الكل يتحسبوا ضمن الشعب، فهمت؟ خاطر كي تجي تحب تتكلم على الشعوب العريقة، العرب ما هو الشعب عريق، يعني اللي يقولك ما فماش شعب عربي هو يعتمد على ان ما فماش عرق عربي خالص، بل هو خليط، فهمت؟ خليط من الشعوب. وتنجيو نتكلموا مثلا على المصريين شعب عريق، فهمت؟ ولكن مش يعني توا المصريين الكلهم معنتها شعبهم عريق، لا، موجود مخلطين. عندما نتكلموا على مثلا الأمازيغ شعب عريق لكن زاد مخلطين، وهذه مسألة يعني ياسر مهمة، والعدان ثبت هذا. على خطر واحد توا يجي يقول لك أنا حللت أنا أمازيغي، فهمت؟ ولا أنا عربي. أول حاجة لازمكم تفهموا شنو هو الأدهان، واللي فما جانب من الأدهان يمشي نحو الذكر وجانب نحو الأنثى، هذه حاجة. يعني تنجم أنت تكون أمازيغي من ناحية الأب، ولكن وقت نجيو نحلو من ناحية الأنثى نلقاك ماكش أمازيغي، والعكس صحيح. هذه حاجة، نقطة مهمة. النقطة الثانية، وتنقولوا احنا انت امازيغي او انت عربي او انت يهودي، فهمت، من ناحية مثلا الاب او الام، هذاك الغالب. ولكن لو تجيو نحلوا نجمو نخرجوا 10 اجناس اخرى في الأدان. التفكير العرقي العنصري، انا نسميه العنصري، هو تفكير، فهمت، ما عادش يعتمد معناتها الآن على العلم، العلم نكره، وإنما توا عندما نقولوا شعب نقولوا لغة، عادات، ثقافة، فكر. يعني تلقى الشعب العربي تلقى فيه الفارسي والروماني والإفريقي وكل شيء مخلط، لكن يتكلموا نفس اللهجة أو اللغة، وعندهم نفس العادات ونفس التقاليد، ما يسمى، فهمت، ما يسمى الثقافة أو الهوية. ما عنده حتى علاقة بالعرق. تنجم تكون لونك، فهمت، أسود أو عينيك مجبدة صيني وأنت عربي، وتنجم تكون هندي وأنت عربي. إذن هذوما الأشخاص اللي يقولك لا العرب مش موجودين والعرب ما هم شعب وهما هجين وخليط وكذا وكذا وكذا، هذا تفكير عنصري، والعنصرية تجرم اليوم. الإنسان اللي يتكلم بهذا المنطق هو إنسان عنصري ولا يحترم الإنسان. بينما عندما نتكلموا على العرب كشعب عنده ثقافة، عنده عادات، عنده تقاليد، عنده لغة، لا، شعب موجود وما نجموش ننكروه، فهمت؟ مانيش أنا منحبش ندخل في المتاهات العنصرية متاع بعض الأشخاص اللي يروجوا لها مع الأسف كثير، لأن كنا مخلطين. حتى الشعوب الذي معناتها هي تعتبر معناتها علميا أصيلة ما عادش بقت أصيلة، كنا مخلطين. هناك بشرية توا، صحيح هناك مناطق، هناك عادات، هناك تقاليد، هناك لغة، أما الاعتماد على العرق أو على اللون أو على الشكل أو على هذا ما عادش حضاري، ما عادش إنساني. هذه النقطة ياسر مهمة، على خطر هناك على الفيديوهات شكون يجي يقول لا العرب مش موجودين وكذا 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 وكذا، وراهم خليط وانهم جايين من الهند وكذا 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 وكذا. هذه كان وجهة نظرك العنصرية، انا لا اتفق معها، لا اتفق معها، لان الشعوب هي حضارات ومختلطة بالعبيد وغيرها وغيرها وغيرها. اذا هذه نقطة ياسر مهمة، وتو نرجع باش نحكي على التفاصيل هذية، يعني في الفيديوهات نتاعنا اللي باش تكون يعني طويلة، ولكن باش نحاول نكون واضح الأكثر شيء ممكن. نقطة أخرى حبيت نذكرها واللي ذكرتها في أول الفيديو هي مسألة الإطار الزمني، فهمت؟ الإطار الزمني كما قلت لكم احنا باش نحاول نبحث التاريخ في الإطار الزمني. يعني مثلا نضرب لكم مثل، طبعا نجيو نشوفوا مثلا محمد
تزوج بعائشة، جي أنت توا تتكلم وتقول محمد بيدوفيل، محمد يحب الأطفال الصغار، هذا كلام غير منطقي سامحوني. ولا تجي تقول لي محمد عمل الحروب يعني كان مجرم. أنت تتكلم بالمنطق توا، هل ذلك الفعل في ذلك الوقت يعتبر إجرام أو تعتبر بيدوفيلي؟ لا. إذن لا تتكلم بمنطق الآن، تكلم بالمنطق متاع العصر ذاك. وتجي تقول لي محمد ماهوش نبي على خاطر اتزوج بعيش عمرها 6 سنين ولأنه عمل حروب وكذا وكذا وكذا، وهذا لا يمكن أن يكون أمر إلهي، ونقول لك أوكي متفق معك. أما تجي تقول لي على خاطر عمل كذا وكذا وكذا نجي نحكم عليه بالعصر متاع اليوم، لا. على خاطر كان مش نمشي بالمنطق هذاك، فهمت؟ حتى نابليون، حتى هولاكو، حتى فهمت الاستعمار اللي وقع معناتها من طرف الغرب الأمريكا وعبادة الهنود الحمر وعبادة شعوب أخرى في إفريقيا وكل هذاك الكل إجرام، ولكن الأخلاق ومعناتها العادات في ذلك الوقت لا يعتبر إجراما، فهمت؟ هذيك أفعال وقعت، فهمت؟ استفاد منها الإنسان باش يوصل للحضارة اللي احنا توا فيها. هذاك علاش قلت لكم لازم نحطوا الشيء في إطاره التاريخي وقتها نتكلموا وننقدوا أي دين وأي فكر وأي فلسفة وأي حاجة أخرى. خاطر بعض المسيحيين يستغلوا هذه معناتها المسألة لكي معناتها يشوهوا الأفكار ويلعبوا بعقول الناس، ومع الأسف الشعوب متاعنا ما تعرفش هذه الأمور الكل. هذاك علاش أنا يعني قلبي يتقطع كي نشوف مثلا هذوك من المبشرين تاع المسيحية سوى اللي يعملوا فيها يعني من أجل مكسب، فهمت؟ مادي. أولا نعتبرهم كلهم يعني عندهم أهداف سوى سياسية سوى شخصية، فهمت؟ خاطر المجال الديني هو الكل، هو الكل مصالح بالنسبة لي، سواء كان إسلامي سواء كان مسيحي سواء كان يهودي، يخدم مصالح سياسية ومصالح اقتصادية. سواء كان معناتها يعلم أو لا يعلم، أنا بالنسبة لي في الوقت الحاضر على حسب منطقنا الآن هذو عباد مخادعين ويلعبوا على الناس ويتمسخروا على الناس مهما كان الهدف متاعه، لأن الهدف متاعنا هو تحرير شعوبنا من الجهل والتخلف، ليس الهدف متاعنا نخرجهم من الجهل ندخلهم الجهل آخر. بل أنا نفضل الإنسان يبقى مسلم، وقلتها ونعود نقولها، صوفي أو ربوبي، وما يمشيش يتبع لي المسيحية وهذا الزبل تاع الأديان الأخرى، فهمت؟ هذه مسألة واضحة ومش موقف، أنا موقفي ضد الأديان الكل مهما كانت. هذه معناتها مسألة بالنسبة لي واضحة. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه حول التقسيم متاع العرب على حسب العلم الحديث، اللي هما عرب الحضارة اللي هما في الشمال، وعرب الوسط اللي هما البدو، وعرب الجنوب الذي هما ما يسمى السعداء، عرب السعداء. هذا تقسيم يعني علمي، فهمت؟ رغم اللي فما خلاف في مسألة عرب الشمال اللي يقول لك هما أنباط والأنباط مش عرب، هذا باش نطرقولو عندما نتكلموا على التاريخ الإسلامي وشنية العلاقة اللي وقعت، فهمت؟ من بين الحجاز والشام وظهور الأمويين. خاطر ياسر من المتمسحين يقول لك لا مكة مش موجودة وكذا وكذا، والإسلام ظهر في الشام ومن بعد انتقل لمنطقة الحجاز، فهمت؟ بدون أن يقدموا لنا أي دليل غير كلام في الفارغ هكاكا وتخيلات وتصورات، فهمت؟ صحيح كانت هناك علاقة موجودة، وهذاك باش نبحثوه وتنتكلموا على التاريخ الإسلامي ونعطيه الأدلة علاش السلاسة في الانتقال من بين الشام، فهمت؟ والحجاز، وهذا يدل على أن الأنباط هم يعني عندهم غالبية عربية بالثقافة والفكر واللغة. هذه نقطة مهمة.
أما التقسيم الإسلامي اللي هو يقسم العرب العاربة والعرب البائدة والعرب المستعربة، فهو صحيح يعتمد على ثلاثة، ولكن يعتمد على تقسيم آخر، يعني يعتبر الوسط والشمال فهمت هما عرب مستعربة، واللي هما كانوا على قاموا على نقيض أو على معناتها بقايا العرب البائدة، يعني العرب البائدة بالنسبة لهم انتهوا. وهذه فكرة ياسر مهمة، لأن هذه تدل على أن عرب الصحراء الحجاز وعرب الأردن والمناطق هذيك عندهم علاقة وثيقة، وهذا يؤكد انتقال الخلافة بسهولة لتلك المنطقة منطقة الشام. ثم يتكلمون على العرب العاربة اللي هي اليمن، هذا ما اختلفوش فيه مع العلم الحديث. هذاك علاش لازمنا ناخذوا النظريات الكل ونحاولوا نفهموها ونحاولوا نربطوا ونعطيوا نظرية، فهمت؟ معناتها ما نجموش نقولوا 100% صحيحة، ولكن على الأقل تكون عندنا نظرية علمية نجموا نناقشوا بها وتنجم يعني نصلحوها ونطوروها على ضوء العلم في المستقبل. هذاك المشكلة اللي ما عملوهش مع الأسف، فهمت؟ في مسألة التاريخ يعني عندنا خرافات، واللي المستشرقين رغم معناتها مأخذي عليهم على عدة أشياء، لكن قاموا بعمل جبار في هذه المسألة. أنا في الحقيقة معناتها تشجعت باش نعمل هذه الفيديوهات على خاطر لقيت روحي بعد 20 سنة من البحث في التاريخ، سواء من مصادر الإسلامية أو من مصادر المستشرقين اللي ماخذينها على المسيح الشرق، لقيت روحي توا في الوقت الحاضر عندي نجم نقولوا احنا باز وقاعدة باش نجم نحكي ونطرح نظرية اللي هي قابلة للنقاش وللحوار. انا لا ادعي اني لا استاذ لا بيه لا دكتور ولا اي شيء اخر، انا انسان بسيط درست الدين، كان جيت ما خرجتش من الاسلام، راني توا امام قاعد ادعوكم الى الله ورسوله، ومن حسن الحظ خدمت مخي وفكرت وبحث وبقيت نبحث، ولاني انا نؤمن ان التاريخ هو اهم شيء، اهم شيء هو التاريخ، يعني ركزت العمل متاعي على البحث في التاريخ وكونت روحي بروحي وبحثت كل شيء، وتوا في الوقت الحاضر نحس روحي عندي القدرة اني نطرح وجهة نظري على حسب أدلة تاريخية وعلى حسب معرفتي بهذا التاريخ مهما كانت المصادر متاعه. يعني نجم نقوله وصلت للبلوغ الفكري اللي يسمح لي باش نحكي. هذاك علاش قبل حتى في الفيديوهات اللي عملتها من قبل حول تاريخ محمد كانت محاولة باش نجرب ونعرف شنو معناتها انا فين وصلت في الفكر بتاعي. وتعرفوا انا لا عندي امكانيات لا عندي شيء، يعني انا نصور وحدي وانا نعمل المونتاج وحدي وانا كل شيء وحدي، فهمت؟ احد احد كما يقول، فهمت؟ اذا يعني امكانيات متواضعه، ما عنديش انا فهمت باش استوديو باش نصور فيه، ولا عندي دعم ولا عندي حد شيء، ما عندي حد شيء، فهمت؟ على حسب الامكانيات بتاعي المتواضعة. ولكن المادة اللي نقدمها معناتها كفكر هو يمكن أن يناقش ويراجع ويصحح وتكون معناتها كما نقولوا احنا علاش لا معناتها يزيدوا يبحثوا فيه ويعرفوا نقاط الضعف نتاعو ونقاط القوة. إذا أنا لا أدعي لا أني نقول الحق 100% ولا أني نقول الباطل 100%، أنا نحاول باش نكون موضوعي وراني كيفي كيفكم نبحث ونفكر. أنا توفرت لي ظروف باش نبحث أكثر وسمحت لي الظروف متاعي باش نتعرف على ياسر حاجات نحب ننقلها ليكم. إذا احنا الهدف من الفيديو هذه هو وضع، ونعاودها مرة أخرى، المشاهد أو المستمع في إطار الإطار العلمي والإطار التاريخي
والإطار المعرفي عند الإنسان بصفة عامة. احنا توا وقت نجيو نغزروا للوقت الحاضر ونرجعوا للتاريخ، نلاحظ اي انسان دارس التاريخ يلاحظ هذه المساله، ان ما فماش فرق كثير كما قلت في اول فيديو. فهمت؟ ما فماش فرق كثير، على خاطر وقت تجي تشوف توا، فهمت؟ مش نبحث والله احنا المساله التاريخيه، عندنا اثنين عوامل: اطار الحاضر، الوقت الحاضر هذا اللي احنا فيه توا، شنو نشوفه؟ نشوفه فما قوة إسلامية إمبريالية كبيرة، بغض النظر إني متفق معاها ومش متفق معاها، ولكن عندها إيديولوجية متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة، وزيد فوق هذاك الكل عندها قوة أخرى هي قوة الإيمان والعقيدة، اللي هو ما نسميه هنا الإمبريالية الإسلامية، باختلاف الفروع متاحة والحركات متاحة والاتجاهات متاحة الشيعية والسنية وغيرها. هذه القوة، فهمت، موجودة توا في الوقت الحاضر، وهي تحارب في شكون؟ تحارب في إمبريالية أخرى اللي هي نسميوها الإمبريالية الغربية، حتى هي عندها فكر متكامل وإيديولوجية متكاملة وعندها وجهة نظر كاملة وتحب تسيطر على العالم، واللي واقف في حلقها اليوم هي الإيديولوجية الإمبريالية الإسلامية، وهما يتصارعوا. يعني واحدة تمثل اللي توا نسميوها الغرب، واحدة تمثل الشرق. هذا الإطار الحاضر طبعا نشوفوه واضح، فهمت؟ الشرق هذا مسيطر على شمال إفريقيا ومسيطر على عدة مناطق أخرى في العالم، والآخر مسيطر على أوروبا ومسيطر على أمريكا ومسيطر على مناطق أخرى في العالم، وفي نفس الزوز في, في, في وسط الإمبريالية الغربية والإمبريالية الشرقية هناك أشخاص، معناتها مجموعات مؤيدة، هما داخل الإمبريالية الإسلامية ولكن مؤيدة لبعض الأطراف في الإمبريالية الغربية، وهناك أشخاص داخل الإمبريالية الغربية مؤيدة لبعض الأطراف في الإمبريالية الإسلامية، كما نشوفوا مثلا الشيوعيين هما ضمن الإمبريالية الغربية، ولكن بعد سقوطهم وخلافاتهم مع بعضهم، فهمت، انضموا للإمبريالية الإسلامية. يعني هذه مسألة واضحة، لو ننظر للساحة السياسية فما زوز قوى يحبوا يسيطروا على العالم، هذا الإطار الحاضر ما نجموش ننكروه. يعني توا أي إنسان يا ما يكون مع هذا يا ما يكون مع هذا، كان باش يكون وحده راه مش باش يعمل شيء، فهمت؟ توا أنا مثلا، فهمت، ضدهم الزوز، هذاك علاش نعمل على روحي، على خاطر ساهل كان ننضم لهذا ولا ننضم لهذا، تو تولي حتى انا عندي كاميرات ويعيطوا لي في الاذاعات، ونولي 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 ونولي، لا ما عنديش، اذا لازمني نعمل على امكانياتي الخاصه. هذه مساله واضحه، سواء معناتها تأيد الفكر هذا والا الفكر هذا. لو رجعنا تو للاطار التاريخي نلقاو هذه المعركه موجوده عندها الاف السنين، فهمت؟ هاو تلقى مثلا بيزنطة ضد فارس، معناتها الأسماء تتبدل، بيزنطة ضد فارس، الغرب ضد الشرق، أو ما يسمى الحضارة الغربية ضد الإسلام. تجي تشوفها تلقاها موجودة في كل مراحل التاريخ، الحروب الصليبية، مسيح ضد إسلام، فهمت؟ روما، فهمت، ضد الشرق، تحب تسيطر على الشرق وسيطرت على شمال افريقيا وكل شيء. هي تعود للتاريخ، هذه المعركه ما بين الشرق والغرب هي معركه تدوم، نجم نقولوا ملي ظهرت الحضاره هذه جديده،
يعني منذ بداية كتابة التاريخ بل يمكن قبل. احنا كي نجيو نرجعوا للتاريخ الانسان الاول فهمت اللي قبل الانسان العاقل وقت خرج من افريقيا سيطر على العالم وقضى فهمت على الناس اللي كانوا موجودين في المناطق هذيك واندمج بهم في بعض الاحيان وقتلهم وانقرضوا. ثم خرج ما يسمى الانسان اللي بعده فهمت نفس الشيء. من بعد جاله موسى بيا حاول خرج من افريقيا وحاول بشي يسيطر على العالم. يعني هذا الفكر الامبريالي هو فكر بدا مع الانسان. ولكن في الخمسة الاف او عشر الاف سنوات معناتها الماضيه فهمت نفس الشيء فهمت بدا ولا في المركز نتاعو بين الشرق والغرب. تتبدل الوجوه تتبدل الاسماء تتبدل كل شيء. هذا اللي باش نحاول نفهموه علاش هذا الصراع، شنو هو الهدف نتاعو، علاش كل واحد يحب يقضي على الاخر كليا. توا الغرب وتكان معناتها في الجهل والتخلف وفهمت وكذا بدا يفكر قاد الحروب الصليبية ما نجمش. إذا اش عمل؟ جاب فكرة جديدة، لأن كل مرة الشرق يطلع الفوق ولا الغرب يطلع الفوق واحد منهم يجيب فكرة جديدة على حسب عصره. توا الإسلام وتظهر في الشرق جاب فكرة جديدة فهمت وسيطر على مناطق الكل وقضى على البيزنطيين ووصل بشهادة الغرب ويحتل أوروبا كاملة. واجهوه مش مسألة قوة سلاح، هي مسألة فكر. إذا هذا الفكر الإمبريالي هو اللي خلى هذه الحروب وهذه كل شيء المشاكل. ولازمنا وقت ندرس الوضع في التاريخ لازمنا ناخذ هذا بعين الاعتبار اللي هو الوضع الحالي ما يسمى بالإسلام وبالحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية قاعدة تعمل توا اللي عملته الحروب الصليبية فهمت باش ما تقضي على الخلافة الإسلامية. يا أخي ما نشحتش. إذا مش عملت جابت فكر جديد وعلم وتطور وحضارة ومدنية فهمت واستطاعت أن فهمت توصل للمرتبة هذه. إذا معناتها نفس الشيء بالنسبة ما يسمى بالعالم الإسلامي فهمت بين قوسين لازم نفس الشيء، لازم نجيب حاجة جديدة للبشرية فهمت، نجيب حاجة جديدة ولازم يقبل التطور والحضارة والمبادئ الإنسانية اللي موجودة تو. ما نجمش ما يقبلهاش فهمت، لأن هذا الحرب اللي توا واقعة مصيبة زرقاء. يعني شكون ماشي فيها؟ احنا كيما قتلت ملايين في اوروبا فهمت، احنا توا قاعدين نعملوا في نفس الغلط التاريخي. هذه نقطة مهمة حبيت نقولها. اذا انا نشوف هذه الحروب اللي قاعدة تدوم من بين الشرق والغرب لازمها تنتهي، وخاطر توا وصلنا لما يسمى بالانسانية فهمت. لازمنا نحترموا الشعوب والحضارات والثقافات، نحترموهم. يعني اي حاجه باش تجي جديده توا للبشريه لازمها تكون عالميه وتكون تحترم الانسان كانسان فهمت. يعني ما تحاولش الامبرياليه الغربيه تقضي على الشعوب الاخرى وتقضي على الحضارات الاخرى، خاطر هي توا قاعده تقضي بالعلم فهمت. والاسلام فهمت قاعد يواجه فيها هو وحده، طب هو وحده ما نجمش يواجه حتى 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 قوة أخرى فهمت. إذا لازم الغرب بيدو والشرق بيدو يرقاو للأخلاق الإنسانية ونوقفوا هذه الصراعات ونهتموا بحاجات أخرى اللي تكون هي أهم. إذا معناتها هذا هو الإطار اللي حبيت نحطكم فيه. وباش نتكلم انا كما قلت لكم اللي يهمني هو الحجاز، ولكن قبل ما نتكلم على الحجاز في الفيديو القادم اللي بعد هذا باش نحاول نعمل سرد تاريخي بسيط جدا وملخص للتاريخ الانساني وكيفاش توجد الانسان في تلك المنطقه. بعد
نوفا الفيديو هذايا معناتها الفيديو القادم اللي باش نعمل فيه سرد تاريخي فهمت، خاطر اللي يهمني ما نجمش نحكي على كل التاريخ الانساني وانما سرد سريع لكي اصل الى منطقه الشرق الاوسط، ثم نعمل فيديو نوضح التركيبه اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، ثم انتقل للحجاز ونعمل فيديو حول الحجاز والصراعات اللي موجودة حول الحجاز ومنطقة الجزيرة العربية باش نجمو نفهموا كيفاش ظهر الإسلام في تلك المنطقة. لأني أنا أؤمن بشيء وقلت ونعود نقوله، إن الحاضر اللي توا عايشينه هالصراعات هذه هي نتيجة ظروف وعوامل ماضية، وهذا الوضع كان مانيش باش نبدلوه ومانيش باش نصلحوه ومانيش باش نحسنوه باش يقعد متواصل في المستقبل. اذا لازم الكل يحط اليد في اليد، سواء الشرق سواء الغرب سواء امريكا سواء اوروبا سواء كل دول العالم، من اجل انسانيه، من اجل الانسان. هذه هي الحاجه المهمه، واحنا كمعنتها شعوب من العالم ما يسمى الإسلامي لازمنا نعطيه المثل للإنسانية باش نوقفوا هذا الصراع وهذا التقاتل وهذا الإجرام، لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مقدس في المستقبل هو الإنسان. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم حول ملخص تاريخ الإنسانية. وبسلامة وشكرا على المتابعة متاعكم، ونشوف اللي قاعدة الفيديو تتوزع بالكدا بالكدا، ومشاركة معناتها تزيد تشجعني أنا في الحقيقة أكثر أنكم توزعوا الفيديوهات وأنكم تعملوا معناتها اللايك وأنكم تعملوا التعليقات، راه التعليقات متاعكم الكل نقراها فهمت، وتجيب لي أفكار وتعاونني في ياسر حاجات. وشكرا لكل مستمع يتبع الفيديوهات هذم ويبارتاجيها ويشارك في النقاش. وبسلامة ومع فيديو قادم.